أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية الشرقية، حيث تكاثرت بعض الغيوم المتوسطة الارتفاع، هي ناتجة عن بقايا الحالة الماطرة عطاء التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية. أيضا انتشرت بعض كميات من الغيوم المتوسطة في أقصى جنوب غرب المملكة، عملت على هطول زخات متفرقة من المطر. المحاور الرئيسية التي سأستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الأمطار المستمرة على جنوب غرب المملكة، بينما يكون الطقس مستقر في باقي المناطق، لكن الطقس سيكون بارد بسبب كتلة هوائية باردة تسيطر في عموم الجزيرة العربية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار بعض كميات من الغيوم المتوسطة في أقصى شمال شرق المملكة، هي ناتجة عن بقايا الحالة الماطرة عطاء، لكن سرعان ما ستتلاشى هذه الغيوم ليصبح الطقس مستقر في عموم المناطق. أيضا انتشرت بعض كميات من الغيوم المتوسطة فوق المنطقة الجنوبية الغربية، عملت على هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة. نتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة تحديدا من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. تسيطر كتلة هوائية باردة في عموم الجزيرة العربية بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في عموم المناطق، حيث يصبح الطقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار، لكن يصبح بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل. لكن الوضع مختلف فوق سواحل البحر الأحمر، حيث تسود أجواء حارة نسبيا في عموم هذه المناطق الساحلية. خلال ساعات الليل تنخفض ليصبح الطقس معتدل بشكل عام لكن رطب بشكل لافت. نذهب الآن لخرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. تبقى المملكة أو شمال شرق المملكة تحت تأثير بقايا الحالة الماطرة عطاء خلال ساعات نهار اليوم الأحد، سرعان ما تتلاشى وتبتعد هذه الحالة الماطرة وعدم الاستقرار الجوي، ليصبح الطقس مستقر في عموم مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات يوم الاثنين، تشمل المرتفعات الجبلية وأيضا المناطق الساحلية تشمل مدينة نجران وأيضا مدينة جازان. يوم الثلاثاء تستمر الأجواء الغير مستقرة تسيطر على المنطقة الجنوبية الغربية، على أن تتراجع شدة الأحوال الجوية غير المستقرة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع، ويصبح الطقس مستقر في عموم المناطق. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، يصبح الطقس غالبا صافي 11 درجة مئوية، طقس بارد خلال ساعات الليل، الرطوبة حوالي 80%، والرياح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، طقس مستقر خلال ثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 22/11 نفس الحرارة تقريبا يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء ارتفاع واضح على درجة الحرارة 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 12 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، بداية أسبوع موفقة للجميع وإلى اللقاء.